بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، ألتقي بكم مرة أخرى من خلال درس نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي، الجزء الثاني من هذا الدرس، وهو الدرس رقم 16 في مكون الجغرافيا لفائدة تلاميذ المستوى الثالث ثانوي إعدادي. أيضا أؤكد على أنه ينبغي أن يكون الكتاب المدرسي برفقتكم لتتابعوا معي الشرح من خلال الوثائق. أيضا بعد انتهاء مشاهدة الشريط عليكم نقل مضامين الواردة فيه في دفتر الدروس. أذكر بما رأينا في الجزء الأول من الدرس. إذن كنا قد خلصنا أن نيجيريا كبلد إفريقي ينتمي إلى الساحل أو وسط الساحل الغربي للقارة الإفريقية، هو بلد يعرف مفارقة نوعا ما غريبة، وهي هناك تناقض بين الغنى الطبيعي أي وفرة الموارد الطبيعية بنيجيريا والمتمثلة في امتداد أراضي الزراعية، حيث أنه أكثر من 70% عبارة عن أراضي صالحة للزراعة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى توفر وفرة المنتوجات الفلاحية واحتلال مراتب متقدمة في بعض المنتوجات، إضافة إلى أن نيجيريا تتميز بغنى أيضا على مستوى المصادر الطاقة والمعادن، حيث أنها تحتل مراتب متقدمة في الاحتياطين من البترول والغاز الطبيعي بالإضافة إلى وفرة المعادن. إلا أنه رغم أن هذا الغنى الطبيعي وهذا الزخم على مستوى الموارد الطبيعية، إلا أنها نيجيريا تعرف ضعفا تنمويا أي تراجع على مستوى مؤشر التنمية البشرية، بحيث أنها يعني تحتل مراتب متأخرة على مستوى مؤشر التنمية البشرية، بحيث أنها تعرف مؤشر ضعيف، وهذا يدل على أنها تعيش مشاكل اجتماعية عديدة، مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة لها علاقة بانتشار الأمية والفقر، البطالة، انخفاض الدخل الفردي، انخفاض أمل الحياة، انخفاض أيضا على مستوى متوسط سنوات الدراسة. إذن هناك مشاكل عديدة تدل على أن هناك ضعف في التنمية بالنسبة لنيجيريا. السؤال المطروح، إذن ما هي العوامل المفسرة لهذا الضعف التنموي رغم هذا الغنى الطبيعي أو الغنى على مستوى الموارد الطبيعية، وهو ما سنقف عنده في هذا الجزء من الدرس، بالإضافة إلى أيضا نحاول التعرف على الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الحكومة النيجيرية لمواجهة هذا الضعف التنموي. إذن تابعوا معي في الوثيقة رقم 7، أيضا الوثيقة 8 و9، نحاول استخلاص العوامل المفسرة لهذا الضعف التنموي. هذه العوامل إذن سنصنفها إلى ما هو ديموغرافي اجتماعي، ثم إلى ما هو اقتصادي، ثم إلى ما هو إداري وسياسي. بالنسبة للأسباب أو العوامل السكانية أو الديموغرافية، فإن الضعف التنموي في نيجيريا مرجعه أو مرده إلى النمو السكاني الكبير الذي تعرفه نيجيريا، لأن هناك ارتفاع كبير لعدد السكان، بحيث نيجيريا يتجاوز عدد سكانها 174 مليون نسمة، هذا فقط على حسب معطيات 2013، يعني أنه الآن قد أكيد أنها قد تجاوز هذا الرقم بكثير. وهذا الارتفاع الكبير في عدد سكان نيجيريا يعزى إلى ارتفاع مستوى الزيادة الطبيعية أو ما نسميه التكاثر الطبيعي والنمو الديموغرافي، الذي يصل إلى 2.59 في الألف،
وبنسبة ولادة تفوق ال 42 في الألف، وبالتالي يعني كل ما كانت هناك زيادة طبيعية مرتفعة هذا يعني أنه أن البلاد تعرف بنية عمرية جد شابة، يعني ارتفاع نسبة الأطفال والشباب. إذا بالتالي المعطى الديموغرافي أو النمو الديموغرافي الكبير والارتفاع الكبير بعدد السكان أكيد أنه سيؤثر أو سيكون سبب من بين الأسباب الرئيسية في الضعف السنوي في نيجيريا، خاصة أنه لا يوجد هناك نمو اقتصادي يوازي هذا النمو الديموغرافي. نعود إلى الأسباب الاقتصادية. إذن بالنسبة للأسباب الاقتصادية نجد في نيجيريا أكثر من 95% من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر المادي، أي يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. يعني هذا دل على أنه هناك ارتفاع كبير في نسبة الفقر. أيضا هناك نيجيريا تعرف تبعية غذائية خاصة بالنسبة للقمح والأرز، يعني بالرغم من أنه هناك امتداد كبير للأراضي الزراعية التي تتجاوز نسبتها أكثر من 70%، يعني نسبة عالية جدا من الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك وفرة الموارد المائية لانتشار عدد كبير من الأنهار والمجاري المائية في مختلف البلاد، إلا أنه هناك نقص على مستوى المنتوجات الفلاحية، أو أن هناك منتوجات لا تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لنيجيريا، وبالتالي البلاد تضطر إلى استيراد يعني حاجياتها أو بعض حاجياتها الغذائية من الخارج، خاصة بالنسبة لبعض المواد الأساسية كالقمح والأرز، وهذا ما نسميه بالترعية الغذائية. من بين الأسباب الاقتصادية، وده سبب رئيسي، وسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات ذات رسامين أجنبية، سيطرتها وهيمنتها على موارد البلاد، خاصة على مستوى استغلال الثروات النفطية والفلاحية. هذا سبب رئيسي، بحيث أنه موارد البلاد وخيرات البلاد لا تستفيد منها يعني بالدرجة الأولى المواطنون النيجيريون، وإنما هناك هيمنة للشركات المتعددة الجنسيات. أيضا من مظاهر العوامل المؤثرة للضعف السنوي هناك تزايد حدة البطالة بنيجيريا، إضافة وارتفاع أيضا ارتفاع حجم الديون الخارجي. الصنف الثالث من العوامل المفسرة للضعف السنوي بنيجيريا هناك الأسباب السياسية أو الإدارية، بحيث أن نيجيريا تعرف نوع من عدم الاستقرار السياسي نظرا لتكرر حالة الانقلابات السياسية سابقا، نيجيريا عرفت سابقا عدة انقلابات سياسية، هناك تغلغل من جهة أخرى، تغلغل للفساد والرشوة في دواليب أو في مرافق الدولة. هذا يعني أنه هناك فئة معينة أو الأقلية التي تستفيد من أو تستغل السلطة في سلطتها ونفوذها في الاقتناع عن طريق الفساد والرشوة. هناك أيضا ضعف مؤشر الديمقراطية متمثل في قمع الحريات، سواء الحريات المدنية أو الحريات السياسية، ومن بينها حريات الصحافة، إضافة أيضا إلى التهديدات التي تشكلها بعض التنظيمات الإرهابية كحركة بوكو حرام التي تهدد الأمن الداخلي للبلاد. إذا باختصار هذه هي العوامل المفسرة للضعف التنموي، إذا على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والسياسي.
ننتقل إلى محور آخر وهو يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة أو الحكومة النيجيرية لمواجهة هذا الضعف التنموي. هنا ممكن أن نقف فقط أن لديكم وثيقة واحدة وهي الوثيقة رقم 10 التي يتحدث فيها يعني الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان عن بعض الإجراءات المتخذة من طرف الدولة من أجل مواجهة التحديات أو الصعوبات التي تعرفها نيجيريا. من بين هذه الإجراءات يعني الدولة والحكومة النيجيرية حاولت تبني سياسة الشفافية والقطاع الاقتصادي من أجل التغلب على يعني مظاهر الرشوة والفساد في دواليب ومرافق الإدارة. أيضا حاولت أو عمدت الحكومة النيجيرية إلى تمويل أو خلق صندوق للموازنة. هذا الصندوق يعني الهدف منه هو لدعم المواد الأساسية الاستهلاكية، ويتم تمويل هذا الصندوق من عائدات البترول. هذه الفكرة ديال صندوق الموازنة هو ما نسميه لدينا في المغرب بصندوق المقاصة، الصندوق الذي يتم خلقه من أجل دعم بعض المواد الأساسية الاستهلاكية الأساسية التي يحتاج لها أي مواطن داخل البلاد. إضافة إلى ذلك هناك محاولات من أجل يعني أو إجراءات من أجل توفير الخدمات الأساسية في البلاد، يعني بهدف تعميم خدمات التعليم والصحة وتزويد مختلف مناطق البلاد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وأيضا تحسين مستوى البنية التحتية. ومن أجل أيضا التخفيف من حدة الفقر والبطالة هناك كانت هناك محاولات لخصم 1% من مداخيل الفيدراليات أو الجهات أو الولايات الموجودة في نيجيريا. إذا هذا إضافة إلى محاولة رفع تخفيف ما في العملة. إذا هذه هي الإجراءات التي حاولت الحكومة النيجيرية القيام بها من أجل التغلب على مظاهر أو مختلف التحديات التنموية التي تعرفها البلاد. إذن كخاتمة للدرس، رغم ثرواتها الطاقية المهمة والمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، ما زالت نيجيريا تعاني من ضعف مؤشر التنمية البشرية. إذن إلى هذا الحد أكون قد انتهيت من شرح الجزء الثاني من الدرس. أتمنى أن أكون قد وفقت في ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.